لموضوع آخر جدل كبير، هذه المرة فين؟ في البحرين. فبعد تصريحات بإمكانية ابتلاع البحر لأجزاء منها نتيجة التغيرات المناخية، الأستاذ المساعد في جامعة الخليج العربي في المنامة أشار إلى أن ارتفاعا يتراوح بين نصف متر إلى مترين يمكن أن يغرق ما بين 5 إلى 15% من مملكة البحرين. المتحدث الرسمي لمركز الاتصال الوطني محمد العباسي كشف عن تفاصيل خطة البحرين لمواجهة ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر. العباسي أكد أن الأرقام المنتشرة مبالغ فيها، مشيرا إلى أن منسوب المياه قد يرتفع بنحو 10 إلى 15 سنتيمترا في عام 2050، وهو ما تعمل الحكومة البحرينية على التصدي له. فعلا تغيرات المناخية يعني رح تقلب شكل الكرة الأرضية يمكن من هون لخمسمائة سنة، خلينا نقول أو أقل، حتى يمكن مائة سنة لن نعرفها. كوكبنا الجميل لن نعرفه. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.